لا، الإله ليس في حاجة إلى أحد مخلوقاته ليقويه، بس أنت ما انتش شايف إن اللي جاله الملاك يقويه هو الإنسان يسوع المسيح. من قال لك أن المسيح كان إلها ولم يكن إنسانا؟ المسيح كان إنسانا يشبهنا في كل شيء، ما خلا الخطية وحده، ولكن نور الآب هو ذا العنصر الإلهي قد حل في هذا الإنسان. فالذي يتألم هو الإنسان، والذي يحتاج إلى الملاك هو الإنسان. يعني أنا الآن أخدم الله، وبسبب خدمتي لله أواجه الضيقات. هل الضيقات ستأتي على كلمة الله اللي بشهد ليها، ولا تأتي عليها أنا، على إنسانيتي أنا؟ فطبعا هل الإله محتاج لملاك؟ لا، الإله مش محتاج لملاك، لكن الإنسان العنصر الإنساني هو اللي محتاج لملاك قويه.